أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. سعيد بصحبتكم، وحدثكم فارس عوض من كبيرة التعليق. نشهد اليوم مباراة في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، مباراة ستكون ممتعة ومثيرة بكل تأكيد، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. ستانيسلاف لوبوتكا، كرة بتصل لبوليتانو، اعتراض ناجح هنا لهذه اللقطة. فينيسيوس، كامافينجا، بيلينغهام، هنا إلى رودريجو، راحت لتشوميني، ويأتي التدخل الحاسم لإيقاف الخطورة في توقيت مثالي. خطأ على ريال مدريد، أوسيمان، فرصة للتسديد، كرة بتنقطع لكن ما زالت خطيرة، كرة سهلة جدا لحارس المرمى. ألابا، بيلينغهام، وصلت إلى فينيسيوس، خطرة عند رودريجو، بيلينغهام، مستحيل، مين يقول ما فيها أهداف وفيها هداف، هدف أول يكسر التعادل الآن. نشوف الكرة من جديد ونتابع التحركات، شوف التمركز، انظر إلى حارس المرمى، ما كان في مجال، الكرة كانت من مسافة قريبة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. أوسيمان، بوليتانو، كرة بشكل جميل، تدخل على الكرة، أي سوء حظ هذا، بكل تركيز ودقة، كرة ملعوبة، كرة مركونة بشكل مثالي، لكن إطار المرمى يتدخل ويمنع الهدف. بيرلا ميندي، الشوط الأول من المباراة متبقي في دقائق قليلة، ومهم جدا بأن يحافظ ريال مدريد على تقدمه حتى الصافرة. مباراة ما زالت في الملعب، واضح بأن هناك تنافس قوي، الحسم بعيد جدا، لكن ما زال هناك شوط كامل، من الضروري بأن نشيد بالدور الكبير اللي يقوم فيه الدفاع في الحفاظ على تقدم الفريق وعلى نظافة الشباك. خطرة عند رودريجو، رائع حارس المرمى في هذا التصدي، طار إلى الكرة من أجل الدفاع عن مرمى، الله على لقطة خطف بها الأنظار. والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. نعود إلى الملعب وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، حيث يتقدم ريال مدريد في النتيجة حتى الآن. أوسيمان، فرصة خطيرة الآن، فرصة ما زالت قائمة، أوهو، مستحيلة هذه الكرة، ماذا أضاع، فرصة كانت سهلة جدا من مسافة قريبة جدا، افتقد للفاعلية أمام المرمى في استغلال هذه الفرصة السهلة. رودريجو يخترق ولديه المساحة، الكرة في المرمى، يتسع الفارق إلى هدفين في هذه اللحظات. هنا إعادة الهدف من جديد، تعامل رائع في هذا الموقف، وبدون تردد في هذا الانفراد أتى القرار بشكل سريع، والتسديد القوي كان الحل لتسجيل هذا الهدف. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء.
نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. زيلينسكي أوسيمان أنغويسا خطأ يحتسب من مكان صعب يشكل خطورة على المرمى. أوهو العارضة تتحدى وتعترض الطريق. بيرلا ميندي يبعد الخطر ويبعد الكرة من أمام المرمى والكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى دي لورينزو أنغويسا عشر دقائق ويطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. بيرلا ميندي اعتراض هنا ينجح في هذه اللحظات. فرصة الواحد على واحد الآن. ما زالت هناك خطورة والتصدي وما زال اللعب متواصل. هل ينجح التصدي في إنهاء الخطورة؟ الكرة بتتخلص بعيدا. تأتي صافرة نهاية المباراة لتؤكد فوز ريال مدريد اليوم في انطلاقة دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا. بداية قوية تمنح الفريق ثقة كبيرة في مشواره في دوري المجموعات في هذه البطولة. من المهم دائما اكتساب